والحاجه الثالثه يا شيخ اتمنى مقابله سمو الامير مقرب بن عبد العزيز. شكرا شكرا. فضيلة الشيخ، الحقيقة ولاة أمرنا حفظهم الله أبوابهم مفتوحة، التواصل معهم بالحق، فضيلة الشيخ هل من كلمة في ذلك؟ نعم، الذي عنده مراجعة يراجع ولاة الأمور في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب وبالشيء الواضح الذي لا شك فيه، ما يراجع بأشياء ما لها أصل أو مظنونة أو ما أشبه ذلك، يراجع بشيء واضح حق له أو من أجل إبلاغه بأمر من أمور المسلمين فيه مصلحة عظيمة. نعم.